في وقت تشهد العلاقات الألمانية الروسية أسوأ مراحلها منذ عقود على خلفية حرب أوكرانيا، جاءت التسريبات الأخيرة للمحادثة السرية بين ضباط ألمان لتزيد هذه العلاقات توتراً وتكشف عن حجم التأزم الذي وصل إليه البلدان. التسريبات نشرتها مديرة محطة RT الروسية الحكومية، وتكشف عن نقاش دار بين ضباط من القوات الجوية الألمانية بشأن نشر صواريخ تاوروس الألمانية في أوكرانيا، وذلك عبر منصة ويب إكس الأمريكية الخاصة بعقد المؤتمرات. أثار التسريب موجة من ردود الفعل الألمانية الغاضبة باعتباره خرقاً للمعلومات الأمنية والعسكرية عالية السرية، واتهم وزير الدفاع الألماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى زعزعة استقرار ألمانيا. هذا الاستقرار تحديداً كان محرك السياسة الخارجية الألمانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحكم علاقات برلين مع موسكو بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي في 1991 وتشكل روسيا الاتحادية. فمنذ سقوط جدار برلين في 1989 وعدم وقوف موسكو في وجه توحيد ألمانيا العام التالي، قادت برلين الجهود الدولية لدمج موسكو في الكتلة الغربية لتصبح لاحقاً أهم الشركاء الاقتصاديين لروسيا. هذا فضلاً عن روابط اجتماعية انتقلت مع عودة ملايين الألمان من جمهوريات الاتحاد السوفيتي إلى بلدهم الأم. ونلفت هنا إلى أن اللغة الروسية بالنسبة لكثير من الألمان الشرقيين هي اللغة الأجنبية الوحيدة التي تعلموها في المدرسة تحت النفوذ السوفيتي. فالمستشارة السابقة أنجيلا ميركل تتقن اللغة الروسية بطلاقة تماماً، كما يتحدث فلاديمير بوتين الألمانية التي تعلمها خلال سنوات قضاها كضابط في الاستخبارات السوفيتية KGB في ألمانيا الشرقية. شهدت فترة التسعينات من القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة نمواً مضطرداً في العلاقات الألمانية الروسية، حملت معها إمكانية تعاون كبيرة على كافة المستويات، حتى أن بوتين تبنى الخيار الأوروبي بداية عهده وصرح بذلك في خطاب أمام البرلمان الألماني في 2001. خلقت تلك الأجواء الإيجابية فرصاً للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، وتحديداً المشاريع المتعلقة بنقل مصادر الطاقة الروسية إلى ألمانيا. فقد شكلت رابطاً اقتصادياً بالغ الأهمية لكلا البلدين، كانت ذروته التعاون في مشروع نورد ستريم 2 عبر بحر البلطيق. استمرت العلاقات بين البلدين بالمضي قدماً متجاوزة بعض المشاكل المتعلقة بطبيعة نظام بوتين وتحفظ برلين على الأداء العسكري الروسي في الشيشان، وبدورها لم تتأثر السياسات الروسية تجاه ألمانيا المنخرطة في توسع حلف الناتو شرقاً. لكن نقطة الانحدار بدأت مع أزمة القرم في 2014، عندما ضمت روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية إلى أراضيها، فتصاعدت مخاوف ألمانيا من النزعة الانفصالية التي يدعمها الروس لاحقاً في شرق أوكرانيا. وبالرغم من توتر العلاقات إلى أن الروابط الاقتصادية لم تنقطع، وبقيت إمدادات الغاز الروسية التي تحتاجها ألمانيا بالتدفق، وسعت برلين إلى خلق اتفاق يحل النزاع الدائر في أوكرانيا، ونجحت بذلك بالتعاون مع فرنسا في التوصل لاتفاقية مينسك في 2015. بقي الأمر كذلك حتى غزت روسيا أوكرانيا في 24 من فبراير 2022، فوقع ذلك الانهيار الجذري بين البلدين، وانتقلت الدبلوماسية الألمانية من حالة المرونة التي اتبعتها على مدار عقود مع روسيا إلى الدبلوماسية الصلبة إن صح التعبير. قد لا يصح القول بأن العلاقة تحولت إلى حرب بين البلدين، لكن برلين انتقلت منذ الغزو إلى أن تكون أحد محركات العقوبات ضد روسيا والداعمين للمجهود الحربي لأوكرانيا عبر دعمها بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية. وتظهر بيانات الحكومة الألمانية أن المساعدات المخصصة لأوكرانيا وصلت إلى 28 مليار يورو، تشمل مختلف الجوانب العسكرية واللوجستية والذخيرة والتدريب، منها 7 مليارات مخصصة فقط لهذا العام. وتأتي التسريبات الأخيرة لتشير إلى حجم الانخراط الألماني في الحرب، وتكشف عن مستوى الدعم الذي تقدمه برلين للأوكرانيين على الأرض، وفي حالتنا هذه مناقشة تقديم صواريخ تاوروس التي طالما تحفظت ألمانيا عن تقديمها لأوكرانيا في مراحل سابقة من الحرب. معنا من برلين الصحفي والكاتب زاهي علاوي الباحث في الشؤون الأوروبية. أستاذ علاوي، بعد هذا التسريب والفضيحة كما وصفت من قبل بعض الإعلام الألماني، كيف يمكن أن نصف اليوم العلاقات بين ألمانيا وروسيا؟
طبعا العلاقات متوترة منذ أن بدأت ألمانيا بتوريد الأسلحة وخاصة الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، ومطالبة أيضا روسيا بضرورة الانسحاب والمشاركة والمساهمة في فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا. هذه العلاقة لم تعد علاقة سليمة كما كانت في السابق قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي أعتقد أن هذا يزيد من التوتر، يزيد من التشاحن في العلاقة ما بين موسكو وبرلين، وخاصة أن الاتهامات سواء بمشاركة ألمانيا، اتهام روسيا بمشاركة ألمانيا في هذه الحرب، وكذلك باتهام ألمانيا بإرسال المعدات الثقيلة والمعلومات الاستخباراتية، كل هذه التسريبات وكل هذه المعلومات وكل هذه الاتهامات تزيد من التشاحن والتوتر في العلاقة التي لم تعد قائمة بشكلها السليم والطبيعي. وبالتالي أعتقد أن ألمانيا تحاول، على الرغم أنها حاولت في السابق أن تلعب دورا دبلوماسيا، تحاول أن تبرر مواقفها الأخيرة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا بالأسلحة، وكذلك بدعم أوكرانيا بأنها تدافع عن نفسها، دعم أوكرانيا سياسيا ولوجستيا. وبالتالي أعتقد أن هذا التسريب يضر أيضا بالعلاقة الثنائية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي الذي لم يعد قائما في الآونة الأخيرة. طيب، الدعم الألماني لأوكرانيا بعد أن كان مترددا في بداية الغزو الروسي صار معلنا، برأيك إذا ما الهدف أو ما الجديد الذي كشفه هذا التسريب، طالما أن برلين تعلن تحت ضوء الشمس أننا نقدم مساعدات لأوكرانيا؟ تقديم المساعدات لأوكرانيا وهذا الإعلان، يعني لو تبعنا التصريحات الألمانية في البداية كان هناك رفض، بعدها تم تقديم الأسلحة الخفيفة والذخائر، ومن ثم كان رفض لتقديم طائرات دبابات ليوبارد والدبابات الأخرى، ومن ثم قامت ألمانيا بتقديم هذه الدبابات. الآن الحديث يدور عن أسلحة متطورة جدا، صواريخ قد تصل من أوكرانيا إلى موسكو، وبالتالي موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وصلت هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. هذا إضافة إلى أن هذه الأسلحة، المعلومة الخطيرة في التسريب أن الحديث دار عن وجود قوات أمريكية وبريطانية على الأرض، وبالتالي هناك حديث بأن الجنود الألمان والخبراء الألمان سيضطرون للتواجد على الأراضي الأوكرانية والمساهمة في المعركة ضد الجيش الروسي. وبالتالي أعتقد أن هذا هو الخطير في الموضوع، يعني عندما يعترف الضباط الألمان بوجود قوات أمريكية وبريطانية على الأرض، وبالتالي سيضطر الجنود الألمان للتواجد على الأرض، هذا يعني أن هناك مشاركة مباشرة وليس دعما بالأسلحة ولكن أيضا مباشرة على الأرض في هذه المعركة. الحديث يدور أيضا عن تدمير جسر القرم الذي بنته روسيا للربط ما بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية. إذن هناك معلومات تم تسريبها، يمكن أن يعتبرها أو اعتبرها الروس بأنها نوع من، في حال أنها حصلت، نوع من المشاركة المباشرة، وبالتالي اعتبار ألمانيا طرفا في هذه الحرب وليس مجرد دولة تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. هذا التسريب وهذا الكشف هل يدفع برأيك أساس الألمان المستشار الائتلاف الحاكم إلى إعادة النظر في دور ألمانيا في أوكرانيا، أم وبهذه الطريقة ربما يخضعون لما يوصف الآن بالابتزاز الروسي، أم لا هناك قرار استراتيجي من الدولة الألمانية بالوقوف مع أوكرانيا مهما كلف الثمن؟ القرار الاستراتيجي بدعم أوكرانيا لم يتغير حتى الآن، ولكن هناك قرار من المستشار وهذا ما أعلنه بعد التسريب مباشرة وبالأمس أيضا، بأن ألمانيا لن تقدم صواريخ تاوروس لأوكرانيا ولكنها ستكتفي بالدعم العسكري، لن تتخلى عن دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وبالأموال وحتى بالمعلومات. هذا الموقف الرسمي الألماني لم يتغير حتى الآن، ولكن هذه التسريبات تضر بالعلاقات بشكل، وخاصة أنها يعني سربت معلومات خطيرة جدا، التواجد الأمريكي البريطاني على الأراضي الأوكرانية، هذه المعلومات لطالما نفاها الحلفاء
وبالتالي أعتقد أن هذه المعلومات هي الخطيرة. المستشار الألماني لم يغير موقفه من ناحية الدعم، ولكن اعتبار روسيا طرف ألمانيا طرفا في هذه الحرب سيضر بالعلاقات المستقبلية، وبالتالي الحديث يدور منذ فترة عن مشاركة ألمانيا وتخطيط ألمانيا الجيش الألماني لحرب محتملة مع روسيا. هذا يؤكد أيضا المعلومات التي تحدثت عنها روسيا في السابق، وبالتالي أعتقد أن التوتر سيزداد، ولكن لن يغير من موقف ألمانيا بدعمها لأوكرانيا. ويبدو أستاذ علاوي أن هناك بعدا آخر لهذا التسريب. أقتبس هنا ما قاله وزير الدفاع الألماني، وكان تصريح لافت في الواقع. قال إن هذا التسجيل يأتي لزعزعة الاستقرار، وهناك من يسعى لتقويض وحدتنا وزرع الانقسام السياسي داخليا. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ هو يقصد بأن تسريب مثل هذه المعلومات سيضر بالعلاقات والثقة ما بين الحلفاء، خاصة أن المعلومات التي تسربت هي معلومات خطيرة جدا، ويمكن أن يعتبرها هو يقول داخليا، يقصد إلى الشأن الداخلي الألماني ربما. أيضا الشأن الداخلي الألماني، أنه لا يوجد هناك أيضا يعني تسريب مثل هذه المعلومات الخطيرة تضر أيضا بسمعة الائتلاف الحاكم في ألمانيا. يعني هناك أيضا توتر وتراجع كبير لشعبية الأحزاب الحاكمة والائتلاف الحاكم في ألمانيا. تسريب مثل هذه المعلومات يزيد من حالة الاحتقان في الشارع الألماني، ويزيد أيضا من رفض الشارع الألماني للسياسة الحالية، خاصة وأن مثل هذه المعلومات يجب أن لا تتسرب. كيف يسمح لضابط ألماني وقائد في الجيش الألماني أن يستخدم وسائل يمكن أن يتم التقاطها عبر أجهزة التنصت؟ وهذا يعني أنه لا يوجد هناك ثقة حتى في الجيش الألماني. إذن هذا يثير غضب الشارع المحلي، ويثير أيضا الاحتقان، حالة الاحتقان داخل المجتمع الألماني ضد الحكومة التي لم تعد قادرة لا على إدارة المشهد السياسي ولا حتى إدارة المشهد العسكري، خاصة فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية. وربما سيد علاوي يثير مزيدا من الشكوك بشأن ما يوصف بطابور خامس موجود داخل ألمانيا يؤيد روسيا. أقتبس هنا مرة أخرى نائب رئيس لجنة الاستخبارات في البوندستاك البرلمان الألماني، يقول إن أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا، الحزب اليميني المتطرف، يظهرون مرارا وتكرارا على أنهم ذراع ممدودة لدولة روسيا، وأنه ليس من المستحيل أن يتم تمرير المعلومات والوثائق الداخلية والسرية التي تعتبر مهمة لأمن ألمانيا. هذا كلام خطير. طبعا هذا الكلام خطير، يعني اتهام اليمين المتطرف ليس جديدا، خاصة بعد صعود شعبية هذا اليمين، فقد بدأت حملة سياسية وإعلامية وشعبية ضد اليمين. هناك تظاهرات خرجت في الآونة الأخيرة بمشاركة حتى سياسيين لدرجة وصفهم أنهم عملاء روسيا. أي نعم، وصفهم بأنهم عملاء روسيا، وصفهم بأنهم يثيرون زعزعة المجتمع، وأنهم يؤثرون أيضا على الأمن الداخلي. يعني بمجرد تسريب معلومات بأن حزب البديل من أجل ألمانيا يريد طرد مليوني شخص حتى ممن يحملون الجنسية الألمانية، هذا أيضا يثير الغضب داخل الشارع الألماني. خرجت مئات الآلاف المسيرات بمئات الآلاف، وكذلك أيضا مشاركة في معظم المدن والبلدات الألمانية، هذا من أجل التحريض ضد حزب اليمين المتطرف. يعني اليمين المتطرف لم يخفي موقفه من تقديم الأسلحة والدعم اللامحدود لأوكرانيا، واتهم الحكومة بأنها لا تنظر إلى الوضع الاقتصادي الداخل وتركز على تقديم الدعم والأموال لأوكرانيا دون النظر والاهتمام بالشؤون وتطوير المجتمع الداخلي والاقتصاد الداخلي، وكل هذا الدعم على حساب الاقتصاد الداخلي. وبالتالي أعتقد أن هذه الاتهامات ليست جديدة، وهذه الاتهامات لحزب البديل اليميني الشعبوي قد يستخدمها السياسة الألمان من أجل ردع المواطن من اللي في انتخاب هذا الحزب. عندما نتحدث عن ظهور أيضا أحزاب أو حزبين جديدين، هذا أيضا يثير مخاوف السياسيين. يعني هناك توجه يساري لنائبة سابقة في حزب اليسار، وكذلك أيضا رئيس الاستخبارات الداخلية الألماني الذي يورغ ماسن، الذي أعلن عن إنشاء حزب
أيضا يميني متطرف، كل هذا يثير مخاوف الحكومة من أن اليمين وأن اليسار قد يحتل مكانة قوية في الساحة السياسية الألمانية، وبالتالي ستخسر هذه الأحزاب التقليدية شعبيتها، وبالتالي لن يكون لها دور في المستقبل القريب أو حتى البعيد في الساحة السياسية الألمانية. شكرا جزيلا زاهي علاوي، الباحث في الشؤون الأوروبية.